يعني بيقول لك في حديث بيقول هم بيقولوا, وفي حديث بيقول من ذهب إلى القبور وقرأ قل هو الله أحد 11 مرة على الأموات غفر الله للأموات وأعطاهم من الأجر بعدد الأموات. هذا حديث لا يصح. نعم. إيه. والقراءة على الأموات قال أهل العلم, اختلف أهل العلم هل هي تصل أم لا تصل على رأيين, والصحيح أنها لا تصل. نعم. لأنه لو كان تصل لا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح. أو لفعلها الصحابة. نعم. إيه استنادا على فعل النبي أو إشارة من النبي أو أخذ الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن لم يحدث هذا. فالقراءة على القبور أصلا منهي عنها من كثير من العلماء. ورغم وجود الخلاف إلا أننا عايزين ندخل حتة ظريف, يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم إيه قبورا, لا تجعلوا بيوتكم إيه قبورا, فإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن إيه البقر. البقر. نعم. الحديث واقف على البقرة مقيم. الشيخ الألباني يعني استنبط يعني نقطة جميلة جدا, قال وهذا مما يدل دلالة واضحة على أن القبور ليست موضعا لقراءة القرآن. صحيح. ولا تجعلوا بيوتكم قبورا, أنا ما أقرأ البقرة في بيتي ما بزي القبر. صحيح. دلالة على أن القبر هذا لا يقرأ عنده كتاب الله جل وعلا. ثانيا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية واحدة من كتاب الله لا على ميت هناك ولا حتى استرسالة. ثالثا لم يثبت ذلك عن الخلفاء ولا عن الصحابة. أيوة شرح. فهذا الأمر رد كثير من العلماء, وقد صنفت في كتابي السنة كتاب بدع أهل الزمان في القرآن باب كامل عن هذه البدع. أتيت بها بعجائب, حتى أنهم كانوا في القريب كانوا يضعون المصحف فوق القبر. يذهب هذا ويقرأ ويذهب هذا ويقرأ. يعني طبعا وقد ذمه العلماء وذم هذه الفعل, ولذلك زي ما أنت قلت كده قوله الله هذا الحديث حديث موضوع لا يصح على الإطلاق. طيب هذا العمل بدعة, وبنقول لأهلينا والطيبين جدا والناس اللي بتروح تفعل هذا الفعل ظن منهم أنهم يتقربون إلى الله جل وعلا, يعني كفوا عن هذا فليس من دين الله في شيء بل هو بدعة. كذلك يعني إما إحنا كنا عقبنا بس ما أصلنا قضية التلقين عند القبر. يعني هم جابوا الحديث والحديث يقول لك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقف عند قبر أخيه ويلقنه قائلا يا فلان يا ابن فلان. هذه أول نقطة لي, يا فلان يا ابن فلان, ودي طبعا ليست في دين الله من شيء. بقول لك ما أن يناديه بالأولى حتى يسمع ويجيب, يبقى الشطر الأولين الحديث حتى يسمع ويجيب. فإذا ما قال يا فلان يا ابن فلان, الثانية استوى قاعدا فإيه سمع وأجاب وراح يقعد, هو استمع وأجاب وخلص يقعد. فإذا ما قال الثالثة قال أرشدني رحمك الله, يعني فدني بقى يعني انقذني من الامتحان ده. فحينئذ يقول له تذكر أنك مت على كذا وكذا وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دين ومحمد كذا إلى آخره صلى الله عليه وسلم. يقول لك فيقول منكر ونكير ما بلنا برجل قد لقنا إيه حجته. يعني أعتقد الكلام واضح. هو أولا درجة الحديث بيهبط إلى الضعيف جدا زي ما ذكرنا, وقلنا أن هذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل يعني عندنا أمور عجيبة كمان في المتن, يعني حتى يسمع ويجيب وهذا ما لم يثبت على الإطلاق ولم يدعم حتى من أي طريق. وبعدين يسمع ويجيب مين؟ يجيب مين؟ طب النقطة الثانية لما يقول لك بعد كده يستوي قاعدا, كيف يستوي قاعدا في هذا الأمر وما في دليل على هذا على الإطلاق؟ وبعد كده يقول له أرشدني رحمك الله, وبعدين منكر ونكر يترك السؤال, مهم معناها ترك السؤال خلاص, ترك السؤال. وهل يترك أحد من سؤال الخبر يا شيخ محمود؟ هو القول الراجح يعني قد يترك بعض الناس في أحاديث, لأن بعض الأحاديث الصحيحة جاءت يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات يوم أو ليلة الجمعة وقي من فتنة القبر. فعلى الظاهر والله أعلم على ظاهر الحديث أنه ربما يكون خاصة بهذا السؤال, ربما الله أعلم والعلم عند الله عز وجل. ولذلك عدها الشيخ الألباني في كتابه أحكام الجنائز من علامات أو أمارات حسن الخاتمة. هو الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز وبدعها نعم. جعلها من أمارات حسن الخاتمة نعم. وهي من أمارات حسن الخاتمة نعم. وأهل العلم على أقوال في تلك المسألة, هذا القول أنت ذكرته, والقول الثاني إن ربنا بينجيه يعني يثبته بإذن الله ويجيب نعم. ويقيه الفتنة ويقيه الضمة بإذن الله جل وعلا إلى آخر ما ذكره في تلك المسألة.